السلام عليكم. صوماليا وضد نوعيه مركان ساس كليها كما هلا يمدبك أما ديجان كأي وحان كهلا يا واح أنت سبكسر يو وأنا هبدأ عن كيني عادوين كين عن كود اسم منها دمانتين يوح يا واح عن إفكاد هذا عن يعني أم سناي موضوع عن كهذا الكيس ضد بقى يفهم دونين عن برا صوماليا إذا تك عن كده شاهين عنق إن تك سبينا يو وح مقارته وحان ساس كليها إن أنتي نبدا أنا وقت كيسن كرنا لعنت يين رونترس كشجع أمسك العنو له وحانا أمد أقبلن كهنا على مركب ميلا كحيين لقشق اللون عدايو أنا أدور قادين كن حقيقيين كأنا كنا قصاب صن كنا دقتيرن حقيقيين كس لكن حقيقة الاسكمين ده تركرو سكست أو أي واحد بلنت هاي مهم تسوي حتى إن مركب وقف كوش وحتى هاي هذا كهنا غن أي وحي كأن فعنا كقاطو وحي كن اسكرتك إلا أي دم كتاعي وحانا إن أقعد مركب إن هاي ستوقف كوش دبته وحتى هاي يقلدات كاغ إن قفكاس أوسن كن عبين دون إن إن إسبدل دبلة تماما وحانا تصالح كوفين إن مركو دع دجال كي إن أحد سحابذي أي جبين أما دب أي لك كل من كدي مركي أي قلا أي كمدة أي جبين بلنتي رسولك نحريس إن بتقولي كك ساعته أو أي كسودكتين هلكي إن لجوء أي بورتة كدي من قال لي أي سقرتين مسلمين تا مسلمين تينا وحيتين فيلين إن كدعي أيو ربي إن كلية هاي ومسلمين تقول هاي أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير مركي إن إذا أنسيبت بلايو أظهر أجيستين لبلاب كيف كتبنا عاد هذين أن هذا أصحاب الحدي مركي إن كل عجب كاس أما إن يجيب كاس مكو كل عي أن هذا سيدي إن كل عذي ميان إن هين ضد مسلمين نبي قوم يسون دح جوجن سيدي كده يعني وحان نبي قن رب كده وحا كده هذا قل هو من عند أنفسكم وأوح عاد أذيك كسبتين نسدين كئم هذه ربنا وامد يعني وح كستأوده ووحان إن كنا عنه وأوح ثوبت أذنك قال هذين سحابين ويقن عن وحان الله شق إن وح كستود أي سبب ليهين أيضا إسكدعن كدي بحجرتين أو أي جر واخذين قلت كودي سيدا ردد ayaan u doortay in aan suugdbi waxyaaba aan u arko inay tahay in aan ka tagno oo aan ku sii xijirin kana korno ee dhaqamada iyo caadooyinka aan ku dhisnay xaqiiqada kadibna aan garna xaqiiqada iyo waxaanahay ka umad ahaan waxa maskaxdeena ku jiro in aan nahay umad sareeso dadka adduunka noo laga doortay in aan nahay yani dad geesiyaala ha libaxyadii Afrika yani dad aan loo soo dhawaa kirin dad yani darajo koobaad yani dad aan caadi ahayn dad ka duwan dhammaan dadka adduunka nool ilaa aan dhahno walaal haday Falastiin xuduudnaan xaalad Israa'iil miisan gumistin oo dhulka ayaan jar lahayn anan ko kama taleeno in aan nahay dad aan u adkeysan karin abuurinta iyo gumisiga walaalahood waa sax oo dareen waa ku gelaya ee maadaama ay muslimiin tihiin sida hal jisad ama hal jir oo kale laakiin waxa aan iska inda tirina oo aan aan doonin in aan soo hadal qaadno dhulka wali gumeysiga caadiga ku jira oo ay naga heystaan Kenya iyo Ethiopia oo labadaba dirifna la ah ummad aan tiidi wax u qabamiya ummad kale wax inay u qabato laga sugi marka nafsada wax u qabataa tu kal xitri kartaa kadibna si kuwas aan u dumcin aan dhulkaas naga maqan ba intii kalna qasqasaad la gelinaya ila markii dambe aan ku soo dhaweysin xundurteena yani caasimadeena keensane eegayna cun lahay anako en waliba dad anaka nagamida ay ku faraxsiin una arkaan horumar iyo tilaba wanaagsan oo hor loo qaaday markaas baa dhahayna waxaanahay dad uu rabbi doortay shacabullaahi al-mukhtar shacabullaahi al-mukhtar haa ladii ay ku hadleen kale yahuud iyo nasaarada amal in anaka aan ku hadalno oo maxay dhahayn al-asan oo xadaabay wuxuu leeyahay وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يعني وحال اليهود إيه نصارى وحان هاي ضد ومتصلين كدون ومتاس يعني ومت أدون كل ضد كدون وحان هاي نويلش يربع يعني يعني ضد يجعلها إن الله يويلش سأيان هاي ألا مركز بحوك كلها هاي نبي محمد وحاكل هذا قل فلم يعذبكم وهذا ثاستين ربي ثاستين جعل يويلش نأتين ربي محوك عذابي الذنوب تينا دنوت عكس بتن ربي محيطك عذابيا
إسكدافة وحالة بل أنتم بشر ممن خلق يعني أمة أدون كنول ربي أوم أيا لميتين أو دونتي ملهن ربي عدو دون ودن بدافة عدو دون هي أو عذابا مركة سومالي وحاتين بل أنتم بشر ممن خلق يعني أمة ربي أوم دون سكن أياتين يعني أنك أيان إسكدي كرتين داد يعني نحقبة كلمة كالعالي ماتن كومة دهان een ummad ay ahaan wanaagsan markasba een isku subnay in aan dhahno een ummad islaween yaan waxaan qani waxa isku subnay in aanahay ummad islaween aqli badan geesiyaala war aan xaqiiq ku salaasnaan qofkiin hadii ta la wiidii uu san garan cid ku subtay iyo goortii lagu shubay daliil aadna loo heen yaani dhamaantin waan ka wada simannahay aan een aniga hata garan maayo een runtii fikradahaas waxyaaba yani wax qalbigeen ku subay yar iyo weyn waa wax aan ka wada midaysanahay ilaa baashu la gaarsiin in aan dhamaantin kuwada aftirsan ahlu beedka sida laga soo wariyay culimadeena qaar waana fikrado laga wada simayay culimi iyo caamaba iyo waxyaabaha aan ka aaminsanahay dunida kale waana tan ugu dar in aad duni aad waliga tagin yani in dad wixii ku dhahan in aad qaadato oo aad ka aaminto waxaan maqalnaa hal mah labana mah waa erayo agteen caadi ka naqday inaad dhahno maata muxamed wa taraka sabac banaatin aan ula jidno nebi muxamed waa uu dhimeeyey xaris iyo nabadgelyo korkiis ha ahaatee waxa uuna ka tegey 7 gabdhood oo aan ka wadno 7 wadan oo carabeed haddaan soo kooban waxa naqaysa erag yani ka caadi ahaan carabi waa naag carabi waa naag waa dad aan wax tirin waa dad daba dhilfiya oo anaku maxaanaha marka layaab marna waxa dhahayna Soomaali waa Carab oo Afrikaan ma hadana waa ayno Carabi waa naag dadan waa shay lagu qosno hadaa aaminsata in aad tahay Carab dadigaas aad ku tidmant ayaa kamid tahay waaba ka darantaho ayagu waa dad yani wadankoodi iyo dowladnimadoodi ilaastay yani hadii aad tahay cid kale taa aysan wax u qaban ama wax aysan u tirin adin maxaa ku dhoran marka oo aad ilaajto oo aan ahayn amaan aan afka dhaafsiisaneen Afrikaan hoose dowladnimadooda sabool ah laga soo aruuriyay wadamadooda ayaa biil ku qaatay nabadeynta Soomaaliya anaka og inay dib ku hayaan dhamaan dilkin iyo dadkeenaba yacni cadawgaaga sukeeyay ka dhig waa adoo miciye libaax ha miciye libaax ku ciyaarisid qof aad ogtahay inuu cadawgaagu yahay faruuraha ku qaniinayo ka warna hadda ka dhigatid sukeeyay ama aad ahdo ama aad aaminsantahay inuu dhiiggiisa ku daadinayo oo barwaaqo iyo baraare ku horsay dabcan waa la yaab waa si yani aqaliga aan gelin alla qorankiisa xun ugu leeyahay haa antum haa walaa tuhibunahum walaa yuhibunakum ma tu'minuun bil kitaab alla wuxuu nagu cadeeyay aadan iyo aad kursi iyo aad kasii dambeysaba in gaalada waxyaabaha qalbiyadooda ay ku qarsanayaan intaan aan ka aran ay soo muujisteen inay ka weyn tahay oo ka darantahay waxyaabaha qalbiyadooda ku dhex jiro ee cadowtinimo muslimiinta ay u qabaan alla markaa aadan wuxuu leeyahay aadinka waxaa tiin yani aadinka waa jicishin ayas idin ma jecelo marka idii imaadaan waxay nidaayaan way aaminsanahay ana waxas ayaa garteen way amaanayaan oo wax ay idii muujinayaan marka idin ka tagaan faruuraha ay idii qaninayaan al aayad kale wuxuu ku leeyahay in tamsaskum hasanatun tasuhum hadii yani wanaag idin taabto hormar barwaaqo iyo bashas ay garteen yani way xanuunsanayaan oo way dhibeysaan wa in tusibukum sayyatun marka in asiyatu wan xumaan yani dib abaar ama wax kale ama shay dib in ku ah yafrahu biha yani way ku farxayaan marka ummad saas hadda yani ana ay difaacayaan dhigooda iyo hurayaan waa shay min duqnimah yani waa shay dulinimo iyo duqnimo caadi ah waxyaabaha kale ee aan caadi u leenahay waxa kamida in dhinaca kale aan ku faano dhaqamada qaar ee laga xisood ama laga faano tusaale dadkeena dadkan qori baadkiis maayo wax kale loogu talin karo yani waa arkay dad dhahay yani Soomaaliya yani waa dad yani aad jajilac ku leen yani in dad dud la kor taagnaada maana tikra in wax yani in ku talismi amar aysan u qaadanin Soomaaliya garma qaato garnama gaso in markaan joogno yani in markaan joogno wadan aan wadan keenayeen sida aan u ilaalin shuruucda wadamada kale marka aan ku noolnahay ee aan qasinka iyo waxyaabaha aan faaruujinay aan ugu rideyno haamaha qasinka markaan imaan wadankeena laamiid iyo wadooyinka aan ku tuurno yani meeqa aragnay dad markii wadan shisheey joogeen
سلوك دك إلى لين هاي كبقاي أعرف قصن أصو إلا هذا عمل سيد أمن الصع رهادين هاي هان قصن ملك الصومالي ما لنا عاق بيها وكعبي إن لم يكن احتورا يعني لا أرسم أي جوجنا إن يروح مجوجن أو محنا قلي أنا شيء من دوري ما يتقن ما هواي وحبك سحب إن يعني إس كعب سدان قري يعني إس وحك وحك إس كعب سن ونسدي سقف كان إس هجي كريم هدان صاك وبنى تلاقي تصالح كم قادنا ومد وحان هاي نوع من غفلة كجرت يعني ضد هردا وأن صوت سولي ولينا أي إن وعدين حلقي برارو دانتو وأن هردا كتوس دون يعني ولينا ما عدو كتبنا قرن دون واحد إنه دنا يوحي إن يبكينا متك السكايا إنه واه يكن إن عدو إن يصير إن الله أنت أنا واحد تغيرنا إن جوجنو لأن لأن إيمانه تواضع ما دام أنا هاي أمد دنبيد يو قرارات انجلين يعني امد انجليسو ربي يعني ان او سولابن يعني قرارات انجلين ربي او سولاب امد وحان قرارات كو سيد او بتي يعني ان ديق يعني عادي اكتو كن قضي ان وحل دلمات ان وحل دخل يعني ان امد دنبيس يعني ان على ايمانو تواضع سائدة ان عد ان قرارتين ايو وح ان كو قرارتين ان ان قرنو ان عد ان اسك قرارتين او وح ان كو قرارتين ان وح ان كو تاقرين ان قرنو إن شاء الله حالك سيدو هذه سيما هان دونه أو وح كسنة وحي إن ويسبدل دونه إذن كعلى لكن أن إسكدينه إن عن مسؤولية ربي نوضع سارع إتكست قيبت إذا كقالته وح وح لو كثارنا وقلنا كه عن وح برنا أنت سأين جاء إن فيديو ما تقصو كه أنت كل مدن نجست فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.